تحية طيبة مشاهدي الشرقية في كل مكان، وأهلا بكم إلى أخبار الفلك في هذا اليوم. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف 00971433672 مكرر 89 و00971433280 وهي أمام حضراتكم للمشاركة أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج العقرب المائي حتى الساعة 12:11 من ليل الأحد، ليدخل بعد ذلك برج القوس الناري ويظل فيه حتى الساعة 3:14 من فجر الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج الجدي الترابي ويمكث فيه حتى الساعة 6:01 من صباح الجمعة، ليدخل برج الدلو الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 9:19 من صباح الأحد. إذن هذه وضعية القمر في الأبراج لهذا الأسبوع. حاليا وحتى ليل الأحد في برج العقرب المائي، من ليل الأحد وحتى فجر الأربعاء في برج القوس الناري، من فجر الأربعاء وحتى صباح الجمعة في برج الجدي الترابي، من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في برج الدلو الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها في مالي هذه الفترة السلبية. يوم الأحد من الساعة 12:19 ظهرا وحتى الساعة 12:11 من بعد منتصف الليل. يوم الثلاثاء من الساعة 6:28 مساء وحتى الساعة 3:14 من فجر الأربعاء. يوم الخميس من الساعة 12:14 ليلا وحتى الساعة 6:01 من صباح الجمعة. يوم الجمعة من الساعة 1:08 من بعد منتصف الليل وحتى الساعة 9:19 من صباح الأحد، أي يوم السبت بأكمله. عندما يكون القمر في برج العقرب المائي، نكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا، نحب بشدة ونكره بشدة، نشعر بانتقاد الغير وحدته. يجب أن نسيطر على مشاعرنا جيدا، لأننا قد ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط. بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت. مشاهدين الكرام أرقام الهواتف 00971433672 مكرر 89 و00971433280 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة في هذه الفقرة أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك. وننتقل لأول مكالمة هاتفية ونشوف فيها الخط. ألو. ألو. نعم. ألو. ألو. مساء النور. أهلا وسهلا. من جاي؟ مصطفى. اهلا وسهلا ام مصطفى. يا مواليد؟ رجعت انا مواليد 11/1 اي سنة؟ 10/1 اي سنة ام مصطفى؟ سنة 2010 سنة 2010 2012 ما افتهمت، يعني 10/1 2010 10 لا 11/1 2010
زين ها يعني تاريخين 10/1 اي اي سنه 11/1/2010 اوكي 11/1/2010 و10 و10/1 10/1/2012 اوكي طبعا اثنيناتهم من بس يعني اشوف ارقام الحظ اوكي ارقام الحظ بصوره عامه اوكي اوكي ام مصطفى سمعيني من التلفزيون بصوره عامه يعني حياتهم يعني دراستهم ومستقبلهم ان شاء الله اوكي 3 4 6 2 8 5 6 7 1 8 طبعا 11/1/2010 ارقام 2 و6 و8 و 10/1/2012 ارقام 1 و7 و8 طبعا اثنيناتهم نجاحهم بالحياه يعتمد على مثابرتهم واجتهادهم وليس على عنصر الحظ على اعتبار انهم من مواليد برج الجدي اسف فبالتالي نجاحهم بالحياه يعتمد على المثابره والاجتهاد وليس على عنصر الحظ بصوره عامه بحياتهم من ناحيه الدراسه ما عندهم اي مشكله بصوره عامه بخصوص الدراسه يعني وضعهم يكون طبيعي هذه السنة النص الأول منها إيجابي لهم من ناحية صحية للاثنين على اعتبار أنه المشتري في بيت الصحة والعمل فإن شاء الله يكون إيجابي لهم بصورة عامة وطبيعي مثل ما ذكرت آسف نجاحهم بالحياة يعتمد على عنصر المثابرة وليس على الحظ بصورة عامة نأخذ اتصال هاتفي آخر ألو ألو نعم ألو تفضلي تعال الهواء ألو تفضلي تعال انت على الهواء تفضلي نعم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا من جاي؟ وفاء اهلا وسهلا يا مواليد وفاء من مواليد 10/7/1962 الساعة 5:30 الفجر تعرض في الخارطة الفلكية مال جلدي اوكي 10/7/1962 لا 92 اوكي 5:30 الفجر الو وياك اسمعك اسمعك طبعا بنتك من مواليد برج السرطان الطالع السرطان اي اوكي آسف. نعم شو تريدين تعرفين منها؟ اوكي هاي مع الاسف طبعا راح يكون عندها تاخير او مشاكل في الزواج هذا سببه تاثير عندها كوكب اورانوس بساعه الولاده في بيت السابع اللي هو المسؤول عن الشراكه والزواج وايضا عدد التاخير السبب انه البيت السابع في برج الجدي فبالتالي لا سمح الله هذه اذا صار عندها مثلا خطوبه او زواج لازم لا تستعجل او حاولوا انه مثلا تشوفوا هل هو مناسب او تقتنع 100% يلا لان هذه لا يعني عندها مشاكل في بوجه خاص في مجال الشراكه بصوره عامه. اوكي؟ يعني عندها فرص للزواج المبكر وبنفس الوقت عندها مشاكل لا سمح الله في مجال الزواج. سمعيني من التلفزيون العفو من التليفون ابتعدي عن التلفزيون. بس السؤال زين هذا يعني دائما الو اسمعك 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 تفضلي. استاذ استاذ نعم زين هذا يعني اكيد يعني 100% يسبب يعني مثلا انفصال او مشاكل يعني ده يعني هذا سبب يعني هو البعد هذا يعني بعد عن الزوج عنها يعني غير الشراكه نعم هاني هذا الكوكب اي نعم هذا يعني ما ادري انا بالنسبه لي حسب شغلي يعني حسب ما مارين عليه هيك حالات هوايه اللي عنده هيك حاله مثلا اول شيء اللي يكون طالع السرطان هذا الشخص يتاخر بزواجه او يتزوج بشخص اكبر من عنده بالعمر او شخص في يعني او في سن متاخره او شخص
عنده نفس صفات يعني نفس اهتمامات نفس تفكير الشخص هذا. والكوكب أوراناس هذا يؤدي إلى علاقات يعني العفو يؤدي إلى انفصال بالزواج، يعني يكون عنده طلاق لا سمح الله، أو يكون عنده يعني تغييرات مفاجئة، أو يتزوج من شخص غير اعتيادي. شخص غير اعتيادي قد يكون مثلا منصب أو مثلا يعني ما أعرف شلون أوصف لك، يكون فشي مو طبيعي مثل باقي الناس بصورة عامة. فأني بالنسبة لي هذا اللي مار علي يعني عدد اللي أنا مثلا يعني قاري إنه هذا الشيء اللي مارين عليه هاي الحالات إيه هواية يعني أعرفهم صاير عندهم هذا الشيء. فإذا هي تكون حذرة فإن شاء الله تتجاوزها. بنفس الوقت هي السبب يكون عندها لا عندها حظ، يعني مو ما عندها، يعني هذا مو معناه انه ما عندها حظ، لا يعني هذا يختلف، هذا يعني هذا ما له علاقه. البيت الخامس مثلا عندها القمر موجود حلو، هذا البيت الثالث اذا المشتري زين، عندها القمر الشمس تراين ويا المشتري زين، هذه يعطيها صحه وحاله ماديه تقريبا ايجابيه. اوكي المشتري وين؟ وين الجابيه؟ البيت الثالث. جابيه مشتري جابيه الثالث. اوكي وفاء اشكرك عيني جديد، اشكرك وانا كلش يعني هواي اشكرك لانه العفو تدللي علمت على هواي امور يعني اشكرك انا. اهلا وسهلا بك هذا اخت وفاء. مشاهدينا الكرام للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف 00971-4-3672 مكرر 89 و00971-4-3672-890 وهي أمام حضراتكم للمشاركة والتواصل في هذه الفقرة ومع أخبار الفلك على الفيسبوك. مشاهدينا الكرام مواليد الفترة الحالية ينتمون إلى المجموعة النجمية المعروفة باسم برج الحوت المائي. تعالوا معنا نتعرف على أبرز صفات امرأة برج الحوت المائي. هذه المرأة شاعرية حالمة، تعتبر الحب المحور الرئيسي في حياتها. إذا عثرت على الرجل المناسب وتبادلت الحب الجارف معه فإنها تصل إلى أعلى مرتبة روحية قلما تصلها امرأة أخرى من أي برج آخر. فهي تفخر بقدرتها على الاحتفاظ أكثر من غيرها بالقدرة على التمسك بالحب الأفلاطوني أو بالحب الروحي، ويذكرنا هذا بحب قيس بحب ليلى لقيس. بطبيعتها رقيقة حساسة تبحث عن أجواء رومانسية هادئة من حولها. إذا ولدت عادة في شهر شباط فبراير فهي مترددة عادة في اتخاذ قراراتها، وإذا ولدت في بداية شهر آذار مارس فهي أكثر رومانسية، وإذا ولدت نهاية فترة البرج فهي أكثر جرأة واندفاعا. بصورة عامة تتميز امرأة برج الحوت بنوع من الغموض والخجل، وقد تفقد الثقة بالنفس أحيانا. امرأة برج الحوت تتزوج في سن مبكرة نظرا لقوة العاطفة لديها، ومن يتأخر زواجها يكون بيت الشراكة لديها في خارطتها الشخصية عادة في برج الجدي، أو يتواجد كوكب زحل في بيت الشراكة لديها. تعطف هذه المرأة على البؤساء والمحتاجين وترأف على الحيوانات وتتأثر بآلامهم مما يدفع بها إلى مدي يد العون. ومن أبرز مساويها التبذير، فهي تعتبر المال وسيلة للاستمتاع وبدون حساب. تميل للإنفاق أكثر من الادخار بصورة عامة، رغم أن بعض منهم يكون مقتصدا، يرجع السبب في ذلك إلى وضعية البيت الثاني في الخارطة الشخصية. فمن يقع بيتها الثاني في السرطان مثلا، تؤمن بالمثل القائل القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. هي أيضا مزاجية تتقلب في عواطفها وقد تتحول أحيانا إلى عنيدة. لديها محبة غريبة للشوكولاتة. مشاهدينا الكرام كانت هذه أبرز صفات امرأة برج الحوت المائي مواليد الفترة الحالية. عودة للمشاركات الهاتفية، نشوفني على الخط. ألو.
الو نعم. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، من جاي؟ مرتضى. اهلا وسهلا. مرتضى قحطان. اهلا وسهلا مرتضى، يا مواليد؟ 27/12/93. مرتضى، انت من مواليد برج الجدي، ارقامك 7 8 9. عندك سؤال محدد اقدر اجاوبك عليه حتى اوفر لك المكالمه؟ لا، هو يعني على الحظ، وهاي شوف يعني شو ماكو، شو يسوي شيء ماكو. زين، من ناحيه الحظ شو تسوي ماكو، هذا الشيء صح، على اعتبار انه انت من مواليد برج الجدي بالفتره الاولى، فاي شيء انت تريده ما تحصله بالحظ، تحصله على اجتهادك انت. الحظ انساه، يعني لا تقول مثلا اني وحظي مثلا يصير عندي فلان شيء او كذا، اعتمد على مثابرتك واجتهادك وليس على عنصر الحظ. يعني بصوره عامه انت من النوع اللي من تحط فد شيء براسك تسويه، حتى ايش قد ما تتعب توصل له، بس بتعب واجتهاد مو على الحظ. فاعتمد على نفسك بهذا الشيء، هذا الشيء طبيعي تعلم عليه. مرتضى، بس على الدراسه يعني انا يعني مقدم على امي، بس مرتضى هسه قدمت على امي، بس هذا شوف يعني شلون. مرتضى شوي روح مكان بعيد عن هذا الصوت. من ناحيه الدراسه ما عندك اي مشكله انت واجتهادك الشخصي، رغم انه الفتره الحاليه لحد 17/3 راح يكون الوضع من ناحيه الدراسه على الكل شويه ب يعني مثل العوائق او تعطيل هيك شيء، وراها لا ما عندك اي مشكله ان شاء الله، بالعكس يكون كلش ايجابي اذا بعد 17/3 ان شاء الله. 17/3 نعم. ممنون، اهلا وسهلا بك مصطفى. عفوا مرتضى، ناخذ اتصال هاتف يا اخر. الو. الو، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، من جاي؟ نادية. اهلا وسهلا نادية، يا مواليد 8/1/72. اي اوكي. 1/2/1/8. نادية من مواليد برج الجدي، ارقامك 1 و8. عندي سؤال محدد اقدر اجاوبك عليه. والله اريد عن الصحة وعن المال وعن كل شيء بصورة عامة. صحة مال، اوكي. بعد يعني اوكي مو مشكلة، هسه نحكي على الصحة والمال الى ان تتذكرين انت اذا عندي السؤال. من ناحية صحية ما عندك اي مشكلة، بالعكس اذا عندك لا سمح الله اي شيء يتعلق بالصحة، مثلا عندك فد علاج تريدين تاخذيه هسه، اذا تاخذيه خلال هاي الفترة من نهاية الشهر السادس، هذا العلاج راح يعطي نتائج ايجابيه افضل من ما تاخذيه باي فتره من فترات السنه الاخرى، على اعتبار انه احلى كوكب المشتري موجود حاليا في بيت السادس عندكم، هذا يعتبركم بيت السادس، فبالتالي يعطيكم فرص ايجابيه. انت كوحده من مواليد برج الجدي انتبهي الى منطقه الركبتين، الجلد، الاسنان، هذه المناطق اللي هي اكثر عرضه للاصابه من باقي مواليد الابراج الاخرى. مثل ما قلت لك الصحه جدا ايجابيه. من ناحيه ماليه وضعك المالي طبيعي، ما عندك فرص مالية قوية، ولا بنفس الوقت عندك مثلا نفقات، نقدر نقول وضعك مستقر. الشهر الماضي أو تقريبا شهر ونص راحت شوية كان عندكم ضغط من ناحية مادية، حاليا الوضع مستقر نسبيا من ناحية مادية، ما عندكم شيء، على طول السنة طبيعي يكون إن شاء الله. الحظ انت كوحده من مواليد برج الجدي انتبهي، يعني العفو، نجاحك بالحياه تعتمد على تعبك واجتهادك الشخصي مو على الحظ، يعني لا تنسي موضوع الحظ، مو انه انسي انه ما عندك حظ، بس الشيء اللي تريديه تحصليه بتعب، يعني مو على الحظ، ما شاء الله صرت يوم 3 من مواليد برج الجدي. فاعتمدي على نجاحك، على انت ايش قد ما تتعبين تحصلين الشيء، يعني توصلينه بس بتعب، مو انه معناه ما محظوظه، بس يراد لكم تعب، يعني اكو ناس اشياء تجي على الحاضر، انت لا شويه تعبين بس تحصلي ان شاء الله. زين عفي، اريد اعرف شنو الحجر اللي يلائمني وشنو اللون اللي يلائمني؟ العقيق انت الحجر اللي يناسبك، واللون اللي يناسبك البني والاسود، بس البني اكثر شيء، يعني الجوزي احنا نسميه بالعراقي. ها ايه، البني والاسود. نعم، قبل ذكرتيني مشاهده قبل فتره سالتني على الحجر لمواليد برج الثور، قلت لها العقيق بس هو الزمرد، فغلطت، داري اتذكر وانسى. زين ذكرتيني، اذا تسمعني
فتعرف حتى تسمع. الزمرد هو اللي برج الثور. المهم عند السؤال آخر، يعني هسا العقيق زين إلي يعني؟ أي نعم، العقيق يعني شوية يعتبر حجر، الحجر يعني المناسب لمواليد برج الجدي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. هلا وبيش نادية، يا هلا. إذا مشاهدين الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم في هذه الفقرة، وتواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك. نصل بكم الآن مشاهدين الكرام إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه خلال هذا الأسبوع، ونبدأ كالمعتاد مع مواليد برج الحمل. تنشغلون في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة، انتبهوا إلى صحتكم. من ليلة الأحد تنشطون في مجال السفر والاتصالات، وتنجحون رغم بعض التعطيل في مجال الدراسة والامتحانات. من فجر الأربعاء ينصب اهتمامكم حول المحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتدعيم مركزكم الاجتماعي. من صباح الجمعة كونوا حذرين في تعاملكم مع الأصدقاء. الثور يتركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة، والأجواء لصالحكم. من ليلة الأحد تتاح الفرصة لمكسب مالي من تركة أو تعويض أو شراكة. من فجر الأربعاء تنشطون في سفر أو اتصال بعيد. من صباح الجمعة ينصب تفكيركم حول عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين. حافظوا على إنجازاتكم القائمة ولا تدخلوا في مواجهة معهم. الجوزاء يتراكم العمل لديكم وتجدون صعوبة في إنجاز الكثير منه، انتبهوا إلى صحتكم. من ليلة الأحد بوسعكم إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة. من فجر الأربعاء تنشغلون في عادة ضبط أموركم المالية المشتركة. من صباح الجمعة كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن، ابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. السرطان بوسعكم تعزيز العلاقة مع أحبائكم. يصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم. بوسعكم شراء ورقة يا نصيب. من ليلة الأحد بوسعكم إنجاز قسم كبير من العمل المتراكم لديكم. من فجر الأربعاء تعززون شراكتكم. من صباح الجمعة ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم. من المحتمل أن يتعطل أو ينشب خلاف حول مال يعود لكم من شراكة أو تعويض. الأسد تنشغلون بأمور لها صلة بالبيت والعائلة والعقارات، لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة. من ليلة الأحد تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم. يصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم. من فجر الأربعاء انتبهوا إلى صحتكم خاصة إن العمل سيتراكم لديكم. من صباح الجمعة ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم، لا تتسرعوا في استخلاص النتائج. العذراء تنشطون في مجال السفر والاتصالات، ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. من ليلة الأحد تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية، يميل أفراد العائلة إلى التعاون معكم. من فجر الأربعاء لا يتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا. من صباح الجمعة تتراجع صحتكم، من يشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج. مواليد برج الميزان تنهمكون في إدخال تعديل على ميزانيتكم، والفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي. من ليلة الأحد تنجحون في الدراسة والامتحانات، ومنكم من يخرج في رحلة قصيرة. من فجر الأربعاء تنشغلون بأموركم البيتية والعائلية، بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم. من صباح الجمعة ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم، وكونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أولادكم. العقرب تجتازون فترة إيجابية تعيد إليكم نشاطكم وحيويتكم، وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم.
من ليلة الأحد يصلكم مبلغ من المال يدخل تحسينا على ميزانيتكم. من فجر الأربعاء كونوا أكثر وعيا على الطرقات، خاصة أثناء قيادة السيارة داخل المدن. من صباح الجمعة تواجهون المتاعب داخل البيت أو في عقار ما. القوس، تتراجع صحتكم وينتابكم شعور بالملل، خذوا قسطاً كافياً من الراحة. من ليل الأحد تستعيدون نشاطكم المفقود وتنجحون في الدفع بمصالحكم وتدعيم مكانتكم الاجتماعية. من فجر الأربعاء خففوا من النفقات قدر المستطاع. من صباح الجمعة احذروا في تعاملكم مع أخ أو جار وانتبهوا أكثر على الطرقات. الجدي، تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أحدهم. من ليل الأحد تتراجع صحتكم ويسيطر التعب عليكم، اخلدوا إلى الراحة. من فجر الأربعاء أنتم أكثر نشاطا وحيوية وقدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها، ينتبه إليكم أفراد من الجنس الآخر. من صباح الجمعة كونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة واحرصوا على مالكم من الضياع. الدلو، بيوسعكم المحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل والدفع بمصالحكم الاجتماعية. من ليل الأحد تحققون أمنية بمساعدة صديق ومنكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. من فجر الأربعاء انتبهوا جيدا إلى صحتكم، من يشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن لا يهمل في الفحص والعلاج. من صباح الجمعة أنتم أكثر حيوية، مع ذلك احذروا في أي خطوة تقومون بها. أخيرا وليس آخرا، مواليد برج الحوت، تنشطون في سفر أو اتصال بعيد وتزداد رغبتكم في تأسيس علاقتكم بأحبائكم. منكم من يبدأ علاقة جديدة ضمن سفر أو اتصال. من ليل الأحد تتاح الفرصة لمن يبحث عن عمل، ومن يعمل ينجح في الدفع بمصالحه. من فجر الأربعاء تجدون تعاونا من الأصدقاء. من صباح الجمعة تجتازون فترة غير مريحة صحيا ونفسيا، انتبهوا جيدا لمصالحكم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه والله أعلم. للمشاركة أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي استلام مشاركاتكم وعودة المكالمات. ألو. ألو. نعم. ألو. تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. من هي؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. تعال هوا. حبيبي شلون أستاذ؟ بخير الله يسلمك. من هي؟ أنا وياك علاء من البصرة. أهلا وسهلا علاء. يا مواليد؟ علاء من البصرة. أهلا وسهلا بك علاء. يا مواليد؟ 27/1. نعم. 27/1/1973. 73-2-3-9-4. علاء، أنت من مواليد برج الدلو، أرقامك 3 و4 و9. عندك سؤال محدد؟ أوفر لك المكالمة. حبيت أستفسر عن المال والصحة والأولاد والتوافق مع برج السرطان. إيش قد التاريخ مال برج السرطان؟ يعني تاريخ الولادة مال برج السرطان؟ أي مواليد إيش قد؟ 9/7/76. لحظة واحدة علاء. عندنا 9/7/1976. سبعة 1976. أو 27/1/1973. 27/1/1973. أوكي. عقرب جدي. علاقة زينة تعتبر إن شاء الله. علاء، أوكي.
من ناحيه المال لمواليد برج الدلو برجك انت الفتره الحاليه اكو فلوس بس بنفس الوقت اكو صرف. انتم مواليد برج الدلو لازم تنتبهون لفلوسكم، ما تشترون اشياء غاليه او دير بالك على فلوسك او الشغلات الغاليه عندك على اعتبار سببين او اي نعم سببين. اول شيء المريخ دا يتواجد في برج الحوت، هذا البيت الثاني المسؤول عن الماده، فبالتالي هذا يطير الفلوس اللي يجيب لك فلوس نفس الوقت يطيرها. ثاني شيء عطارد في الحوت، هذا يعتبر لكم البيت الثاني، هذا ايضا يعني بحالة تراجع، فبالتالي هذا يعني من النوع اللي عرضك لفقدان المال بسرعة أكثر، وأيضا لا سمح الله أنه يضيع من عندك فشيء. فالفترة الحالية لغاية 17/3 يعني منتصف هذا الشهر وصاعدا يرجع الوضع طبيعي على طول السنة، وضعك من ناحية مادية اعتيادي حيكون ماكو مشكلة. من ناحية صحية انت بوجه خاص انتبه الى منطقة الساق، يعني الرجل، هاي المناطق هي شوية تكون يعني اكثر عرضة للاصابة من باقي مواليد الابراج الاخرى، مثلا من توقف شوية تحس بتعب برجلك الى اخره. من مع ذلك خلال النص الثاني من السنة من نهاية شهر 6 وصاعد راح تبدي عندكم فد سنة ايجابية جدا من ناحية صحية تستمر لمدة سنة كاملة. اذا عندك لا سمح الله اي شيء يتعلق بالصحه فيكون الـ يعني تاخذ العلاج يكون شيء ايجابي لك ان شاء الله. واذا جسمك انت من النوع اللي له قابليه للسمن، راقب وزنك خلال النص الثاني من السنه، احتمال تزيد لك في 3 4 كيلوات بعدين بصعوبه تتخلص منها. هاي من ناحيه المال والصحه والتوافق. عندك سؤال اخر على من ناحيه الاولاد استاذ؟ العفو. اوكي، من ناحيه الاولاد هاي السنه المفروض هاي افضل شيء لك انت يعني افضل سنه لمواليد برج الدلو من ناحيه الحمل والانجاب بصوره عامه، على اعتبار انه احلى كوكب دا يتواجد في البيت الخامس، فبالتالي عندكم اللي هو برج الجوزاء، هذا يعطيكم فرص اللي لا سمح الله عنده تاخير في مشاكل تتعلق بالحمل والانجاب بصوره عامه لمواليد برج الدلو يحاول انه يتجاوزها او ياخذ العلاج الى اخره، فتكون فرص ايجابيه. هذا الشيء مستمر ما زال ايضا لغايه نهايه شهر 6 من هذه السنه، وعندك فرصه كلش حلوه لهذا الشيء بوجه خاص لمواليد برج الدلو خلال السنه من ناحيه الحمل والانجاب بوجه خاص. هاي الفتره قريبه تقريبا مو كلش بعيده، اللي هي بشهر 5، خلينا نقول من 10/5 لغاية يوم 3/6، هاي الفترة جدا إيجابية. حاول إذا عندك مثلا من هسه علاج أو شيء يعني تاخذه حتى تستفاد من عنده بهاي الفترة، اللي مثل أعيد لك إياها من 10 من 10/5 لغاية 3/6. نعم. أوكي على اوكي. بس حبيت استفسر ارقام الحظ 3 وبعد منه 3 و 4 و 9. اوكي على لا ما اقدر اطول عليك، عندي اخر مكالمه اخر. اهلا وسهلا بك. ناخذ اخر اتصال هاتفي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. من جاي؟ نمير. ياك نمير من نجف. اهلا وسهلا بك نمير. يا مواليد؟ الله يعافيك. 16/8/86. 16/8/86 3/8/2/1/6. نمير انت مواليد برج الاسد، ارقامك 1 و2 و6. عندك اسئله شويه؟ اذا عندك اسئله حاول انه شويه بسرعه لان ما عندي وقت. والله رايد على الرزق على الصحه. اوكي، من ناحيه الرزق الفتره الحاليه انتم مواليد برج الاسد لازم تنتبهون، انتم مواليد برج الدلو البرجين هذول لازم تنتبهون من ناحيه الماده، عندكم صرف قوي، هذا سببه تواجد المريخ في بيت الثامن لك انت كأسد، وايضا كوكب عطارد بحالة تراجع، وايضا كوكب حلو اللي يجيب الفلوس، بس هذول الكوكبين اللي هو عطارد بحالة تراجع والمريخ هذول يطيرون الفلوس اكثر مما يعطيك فلوس من كوكب الزهرة، فبالتالي وضعك المالي لازم تكون حذر في نفقاتك او المصروف او المدخول اللي يجيك في سبيل ما توقع بضائقة مالية. هذا الضغط راح يستمر لغاية 16/3، وراها وضعك المالي على طول السنة راح يكون طبيعي مستقر إن شاء الله. سؤال آخر
الله رحمه الله والديك. زين من ناحية الأولاد والأطفال؟ من ناحية الأولاد والأطفال أنت وضعك طبيعي، ما عندك أي مشكلة بصورة عامة خلال يعني كمواليد برج الأسد. اللي عندهم مشاكل من ناحية الحمل والإنجاب هم مواليد برج السرطان. عندك فترة إيجابية أنت بصورة خاصة من ناحية الحمل والإنجاب لمواليد برج الأسد، اللي هي الفترة الواقعة ما بين 9/10 وتستمر لغاية يوم 16 إن شاء الله خلال هذه السنة. مع ذلك قبلها أو بعد هذا التاريخ ما عندك مشكلة تخص الحمل والإنجاب لمواليد برج الأسد بصورة عامة إن شاء الله. الله يحفظك يا حبيبي. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار الفلك لهذا اليوم. إلى أن نلتقيكم مجددا إلى ذلك الحين، أسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون شرقية. مع السلامة.